هل تذهب المرأة لصلاة الجنازة أم لا؟ لا تتبع المرأة الجنازة، لا تتبع، أما توافقت وصلت عرضا مع المسلمات دون اتباع فلا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه. فكأن الناس استنقروا ذلك، قالت سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟